في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، انطلقت بحديقة الحرية بالزمالك فعاليات معرض خيرات رمضان ومهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور، ضمن الاستعدادات لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. نتابع. بمشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وعدد من الدول العربية، احتضنت حديقة الحرية بالقاهرة فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة. احنا حريصين ان كل عام ينطلق هذا المهرجان في هذا التوقيت قبل شهر رمضان المبارك، بحيث ان المهرجان يتزامن ويتسق مع حدثين مهمين جدا. اول حدث طبعا هو قرب حلول شهر المبارك، كل عام وانتم بخير جميعا، وبندي الفرصه لعموم المصريين وعموم الشعب العظيم ان هو ياتي الى المهرجان ويحصل على ما يريد من جميع التمور المصريه والعربيه الموجوده في المهرجان. ومصر كاكبر دوله منتجه للتمور هي بتقدم تنوع شديد جدا جدا من كل انواع التمور باسعار متعدده ومتعددة. احنا عاملين منتج فريد تمر بالشوكولاته، ده مسجل في الاف دي اي منظمه الاغذيه الامريكيه، الوحيد في الشرق الاوسط المسجل. كان وكيل في منهاتن في امريكا، غزينا بيه كل السوق العربيه والسوق الاوروبيه. انا اقولي المانيا، اقولي فرنسا، من هم الدولتين اللي خدوا من اوروبا. عندنا تصدير الحساب الغير المغرب، الدول العربيه كلها. المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من مارس القادم يوفر الفرصة للمشاركين لعرض مختلف منتجاتهم، خاصة مع الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم. احنا مشاركتنا بجميع منتجات مرسى مطروح اللي هي تضم سيوة ومنتجات مرسى مطروح. سيوة طبعا فيها البلح وفيها الزيت وفيها الزيتون، ونفس النظام مرسى مطروح فيها الزيت وفيها منتجات البهارات، فيها منتجات جميع المنتجات بتاعت مرسى مطروح. الخيمه كلها منتجات سودانيه، وهي طبعا المشاركه تعريف للشعب المصري وكل العالم ان شاء الله بمنتجات السودان، وانه احنا كمراه سودانيه قادره انه تنتج منتجات في ظل الظروف الحاصله يعني. هذا ويوفر المهرجان التمور بمختلف انواعها، فضلا عن بعض السلع الغذائيه المرتبطه بشهر رمضان بجودة عالية وأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار. وسط إقبال جماهيري انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وعدد من الدول العربية، ليوفر المهرجان كافة أنواع التمور والتي تتميز بجودة عالية وأسعار متميزة. من داخل مقر المهرجان أمل صبري، التلفزيون المصري.